أحب الرسول أحب الرسول وأشهد ربي على ما أقول، أحب النبي الذي جاءنا بأنواره الخالدات السنة وشرع يضم المنى والهنى يضيء القلوب ويهدي العقول. أحب الرسول أحب الرسول أحب النبي أتى بالكتاب بأحكامه جاء فصل الخطاب وتشريعه النور في كل باب نزول وآياته لا تزول. أحب الرسول أحب الرسول. مع ضيفنا الغائب الحاضر الدكتور بسيم عبد العظيم، هو ركن هنا لكنه يعني استبدل ركنه هنا بدار فسيحة في ندوته الطيبة التي يعقدها بالمنوفية، وعندما تذكر المنوفية يجب أن نقصر ونلم المكسر. مع الأستاذ الدكتور بسيم عبد العظيم. مش واحدة نديدة الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لم يكن بعد رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأجمعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن الصعب على الإنسان في مناسبة اجتهاده أن يتحدث بعد تحديد الشاعر والأديب الكبير والإعلامي اللسن أستاذ محمود خليل وأستاذي الحبيب أستاذ الدكتور إبراهيم عوض الذي شرفته بأن درس لي في أدب عين شمس، وأقول المدة يا دكتور الزمن يعني أقول المتدرسين لهم كم سنة؟ 50 سنة من 42 سنة من شهرين 83 تقايد أستاذنا أستاذ الدكتور إبراهيم عوض منذ 42 سنة، وكان عائدا من انجلترا وتعلمت منه وعلى يديه الكثير الكثير. تعلمت الاسلام العملي وليس الاسلام القولي الشكلي المظهري، ولكنه يهتم دائما بالسلوك العملي الذي يرتقي للامه الاسلاميه كما رايناه هنا تحدث الان عن معاناته مع طلابه وعن محاوله بث هذه المفاهيم الراقية عن الإسلام. هكذا كان يفعل معنا منذ التقيناه ولا غرابتها، فهو أزهري أو أزهري الأصل، ولكنه التقى مع يعني بعد أن أخذ الخميرة الإيمانية من الأزهر ومن القرية بالطبع، لأن القرية فيها الإسلام الفطري الجميل الراقي الذي تعلمناه من آبائنا وأمهاتنا، ثم انتقل إلى آداب القاهرة، ثم انتقل إلى إنجلترا حيث حصل على الدكتوراه من هناك. فعاد هذه الروح الطيبة وهذه النقطة الحاضرة وهذه البديهة المتنورة وهذا الحقيقة. أنا أحب الدكتور إبراهيم حبا لا أريد أن أقول أمامه، ولكن أقول أمامكم وأشهدكم جميعا أني أحب هذا الرجل يعني أحبه حبا جما وأسعد به، وقد شرفت بالذهاب إلى قريته وأنا يعني دكتور صغير كده، وهو دكتور كبير أستاذ كبير. نعم مع دكتور رمضان. نعم أنا نفسي لا مالك تام الغابة حيث الناموس الناموس الذي ليس الناموس الذي أنزل على عيسى، وإنما الناموس الذي يلبس لأنهم يزرعون الأرز بالإضافة إلى صناعة الأساس يعني يزرعوا الناموس وجنب رز. دكتور رمضان أخ أكبر وأستاذ عزيز ويعني مربي فاضل وأنا من مريديه والله يعني شقيقة، وهو خدم الإسلام أكثر مما يخدمه كثير ممن يتعول الإسلام، فما من حديث أو حادث يحدث شرقا أو غربا إلا وتصدى هذا الحدث وهذا الحادث ويشبعه بحثا ودرسا علميا في كتاب فتسليما نسرين لها كتاب وحيدر حيدر وليما لأعشاب البحر والأخ الأخ اللي هو بتاع الهند ده المهم فكل حادث يهتم به أستاذ الدكتور إبراهيم ويصنع له كتابا يدافع عن الإسلام، وأتمنى لو تنشر هذه الكتب
تتبناها مؤسسة يعني سواء مؤسسة أهلية أو مؤسسة حكومية تتبناها للدفاع عن الإسلام بهذه الطريقة الجميلة، الطريقة التي لا تضر أحدا ولا تتهجم على أحد، وإنما نرى فيه الأدب الجم والحقيقة يعني من الواقعية. أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فهو القدوة في كل شيء، هو الأب وهو الزوج وهو الصهر وهو المجاهد هو المسالم، هو لن تجد رسولا ولا نبيا من الأنبياء وصلتنا حياته كما وصلتنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. فمن مقتدم يريد أن يقتدي به في أي فعل إلا سيجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقتدي به، ولعل فيما ذكره أستاذنا إبراهيم من توجيه أصحابه إلى طلب العلم وأدعوهم إلى العمل وأدعوهم إلى أن يكونوا كالشامة البيضاء بين الأمم، وأن يكونوا في نظافة وفي طهارة وفي ثقافة وفي علم وفي معرفة وفي تعلم اللغات الأجنبية كما أمر زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية فتعلمها في 17 يوما إلى آخره. فهو رسول صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء، ليس هناك نبي من أنباء حياته منذ الميلاد حتى الوفاة واضحة بهذا الوضوح ليصبح قدوة ويصبح رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أتحدث في وسط يعني علماء كمن يبيع الماء في حارة السقايين أو كمن يبيع التمرة ويجلب التمرة إلى هجر التي كنت فيها فترة طويلة فأتمثل بأمثالها يعني للأحساء يعني كجانب التمر إلى هجر أو جانب في شرق المنطقة العربية أو كجانب الماء إلى هجر لأن عندهم عيون وأبواب قديمة يقولون هذا ويقولون ذلك. فكلكم يعلم ما أقول ولن أضيف إليكم جديدا، أشكركم وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أستاذنا الدكتور بسيم عبد العظيم خيرا على هذه الكلمات الطيبات الموجزات الواضحات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، من أي ناحية دخلت إليه كفيت وشفيت وعفيت صلى الله عليه وسلم.